قسطيف عبد المؤمن جابو إلى ناديه من جديد، وسيكون الرهان عليه كبيرا من قبل الطاقم الفني بقيادة المدرب السويسري ألان جيجر. حسين بو صالح رصد عودة جابو وأعد لنا التقرير التالي. بعدما صال وجال في الدور التونسي، ها هو نسر الوفاق الصيفي المدلل عبد المؤمن جابو يعود من جديد إلى ناديه، فبعد 10 أشهر من الغياب عن الميادين بسبب إجرائه عملية جراحية على مستوى الأربطة المعاكسة، يدشن جابو موسمه الكروي بتحقيق التأهل إلى الدور الربع النهائي من كأس الجزائر أمام أمل الأربعاء، وهو ما زاد من أمل اللاعب في تقديم الأفضل. اليوم رجعت البيت تاعي، رجعت الفريق اللي كبرت فيه، اللي كما نقولوا الفريق، كما قلت فريق اللي الفريق الأم، ثم الفريق اللي نحبه. الناس كامل تعرف بلي وفاق سطيف فريق الألقاب، فريق يلعب ديما على الألقاب. تنتظر فينا يعني كأس إفريقيا، وتنتظر فينا كأس الجمهورية. إن شاء الله الرجوع تاعي إن شاء الله يكون يعني إضافة كبيرة للفريق إن شاء الله. حتى وإن كانت مشاركة عبد المؤمن جابو تدريجية بإقحامه في الدقائق الأخيرة من مباراته الأخيرة أمام أمل الأربعاء، إلى أن الطاقم الفني والإدارة على حد سواء تراهن على عودته بقوة خلال ما تبقى من هذا الموسم. هو لاعب لديه مؤهلات كبيرة وحضور قوي، لكن لسوء حظه إصابته على مستوى الأربطة المتعاكسة أبعدته طويلا عن الميدان. لا بد له اليوم من العمل، فهو قريب للعودة للفريق الأول بعد أسبوع أو اثنين. ما يخفاش عليكم اللي الفريق تاعنا تشبب بنسبة مئوية كبيرة، 70 و80%. كان لازم نجيبوا لاعبين تاع الخبرة، كاين لاعب زيايا ودلهم وزهر، لكن فريق يعني لازم يكونوا حتى 5 ولا 6 ليكونوا يقودوا السفينه هذه تاع الفريق. ولم يكن عبد المؤمن جابو فقط من تم استرجاعه للنادي الصيفي، فالامر يتعلق ايضا بلاعب العربي الكويتي اكرم جحنيت الذي قرر العوده لوفاق سطيف، وهو ما يعكس رغبه الاداره على تفادي الهجره الجماعيه للاعبين منذ انطلاق الموسم. بعد البداية المتعثرة لنادي وفاق سطيف خلال هذا الموسم، ها هو يستعيد أبرز كوادره على أمل حصد ألقاب أخرى، وأبرزها لقب كأس رابطة أبطال إفريقيا للمرة الثانية. حسين مصالح، بي إي سبورتس، من مدينة سطيف، الجزائر.